السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين ومعجبين قناة العلم نور الناس في فيديو جديد. كلنا نعرف إن الطعام والأكل الشيئين ضروريين لاستمرار حياة الإنسان، وهذا الشيء نتفق عليه نحن البشر، وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فالطعام في الحقيقة البحتة سد لحاجة الإنسان وهي الجوع، ولكن أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطة فيديوهات الأكل أو الطعام الذي نشاهده على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أنك تأكل وتتفرج على محتويات الطعام وحلاوته وأشكال وألوان الطعام المختلفة وتشتاق لتناول وتذوق هذا الطعام. على النقيض الآخر يوجد أطفال بلا طعام أو مأوى أو حتى مياه صالحة للشرب. تخيل كمية الطعام المشرفة على الحفلات وعلى الولائم وعلى فيديوهات الطبخ، وعندما أقول فيديوهات الطبخ أقصد فيديوهات الأكل دون ذكر أسماء، مثلا قنوات تعليم الطبخ ما عندي مشكلة معها، المشكلة مع القنوات التي تعرض الطعام من زوايا مختلفة حيث تشتاق نفسك لهذا الطعام، وأنت لست وحدك من يشاهد هذا المحتوى، هناك الطبقات الفقيرة. بكل صراحة أن هذه القنوات بكل صراحة تبذير وإسراف، هذا كله مثبت بالإحصائيات، في حين أن هناك دولة واحدة وابحث إن شئت عنها كل فرد فيها يصرف تقريبا 500 كيلو جرام طعام سنويا، أي أن كل فرد في الدولة يبذر نصف طن طعام سنويا. على النقيض الآخر أشخاص لا تشرب ماء نقي حتى وتشرب من الصرف الصحي وتأكل من القمامة، أي عدالة هذه؟ وصدق الله تعالى حين قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأنهي كلامي لك أنت أيها المستمع، أنت السبب، أنت من تشاهد مثل هذه الأشياء، أنت من تدعمها وتعجب بها، لا تكن مشاركا في معصية ولا تتفاعل مع هذه الفيديوهات، بل وأبلغ عنها وأحضرها حتى لكي لا تكون من المساهمين في جوع الطفل أو إنسان مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.